انظر إلى يوسف زميلنا الجديد، لا يترك الكتاب من يده ودائما يجلس بمفرده، لا بد من ضمه إلى مجموعتنا. السلام عليكم يا يوسف. عليكم السلام ورحمة الله. هل تعودت أن تذاكر في سيارة المدرسة؟ لا، هذا ليس كتابا مدرسيا. ولماذا تقرأه في السيارة؟ حتى أستغل الوقت في شيء مفيد. تفضل بالنزول. وأنت؟ سأنتظر حتى تنزل أنت أولا. يبدو أنك في عجلة من أمرك. رائع. انظر، لقد انتظر حتى نزلنا جميعا. غريب جدا هذا الولد. الآن أوزع عليكم درجات الامتحان. أستر يا رب. كنت قد وعدتكم بجائزة كبيرة لمن سيحصل على الدرجة النهائية. نعم، ولهذا ركزنا في المذاكرة. المشكلة أني أحضرت جائزة واحدة وفوجئت بأن طالبين قد حصلا على الدرجة النهائية. يقتسمان الجائزة. مستحيل، إنها قلم ثمين. مشكلة كبيرة فعلا. عمر، يوسف، تعاليا إلي. كلاكما حصل على الدرجة النهائية. الدرجة النهائية؟ الحمد لله. ها، ماذا أفعل بشأن الجائزة؟ يبقى القلم مع أحدنا شهرا ومع الآخر شهرا آخر. فكرة غير عملية. حقا، لهذا سأتنازل أنا عن القلم لزميلي عمر. فطيرة من الجبن. حالا. لو سمحت، فطيرة جبن. إنها آخر فطيرة عندي وقد اشتراها زميلك. يا ربي، أنا جائعة بشدة. حسن، أعطيها هي الفطيرة. وأنت؟ سأكل شيئا آخر. لقد نفد كل الطعام الذي كان عندي. إذن نقتسم الفطيرة. لن يكفيك نصفها، تقولين إنك جائعة بشدة. وأنت ماذا ستأكل؟ سأنتظر حتى أعود إلى المنزل. ألم أقل لهما ولد غريب فعلا؟ نتساءل جميعا يا أمي، لماذا يفضلنا يوسف عن نفسه دائما؟ طفل مهذب ويريد أن يكسب صداقتكم لأنه جديد عليكم في الفصل. أشعر أن وراء ذلك سرا آخر. أي سر؟ لا أعرفه. أخبرني به إذا عرفته. المفترض أن نكون سعداء بكل شيء تنازل عنه لنا. طبعا، ولكننا نشعر بالغيرة منه ونراه أفضل منا، بل نشعر أنه أسعد منا جميعا. ربما لأنه كان أكرم منكم جميعا. أمي، بقيت شريحة دجاج واحدة. خذها يا حبيبي. لا، بل خذيها أنت. تريد أن تكون أكرم مني وأسعد مني؟ هذا لن يحدث أبدا. حتى أنت يا أمي. أي سر وراءك يا يوسف؟ ليس سرا يا عمر. الإمام البخاري؟ صديقك يوسف يتحلى بخلق الإيثار. الإيثار؟ نعم، ألم تقرأ قول الله تعالى واصفا عباده المؤمنين ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ وما معنى ذلك؟ يعني أن المؤمن يفضل أخاه عن نفسه حتى في الأشياء التي يحتاجها. نعم، هذا ما فعله يوسف معنا جميعا. خلق الإيثار يا عمر من أفضل الخلق، ينشر الحب بين الناس في الدنيا ويدخلهم الجنة في الآخرة بإذن الله. وماذا أفعل كي أتحلى أنا أيضا بالإيثار؟ تدرب عليه نفسك من الآن. أيأتي بالتدريب؟ بالطبع، كل شيء جميل يأتي بالتدريب. يبدو أنك جربته كثيرا. جربته مع زوجتي فاطمة مثلا عندما نزلنا إلى مدينة عسقلان في فلسطين وليس معنا درهم واحد.
اللهم الطف بنا. نفد الطعام وليس معي أي مال أشتري به طعاما جديدا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الطعام يا زوجتي العزيزة. وأنت ألن تأكل معي؟ الحمد لله لست جوعان. كيف سنقضي بقية رحلتنا دون مال يا محمد؟ قلت لك سيعوضنا الله عن صرة النقود التي ألقيتها في البحر مضطرا. ولكننا لم نرزق بغيرها حتى الآن. كل شيء بأوان والرزق أيضا بأوان. لماذا لا تحكي للشيخ آدم ما حدث لنا في السفينة حتى يعطينا من المال ما يكفينا؟ لا والله، أخشى أن يعتقد أنني جئت هنا لأتاجر بعلمي. لقد دعاك هو وسائر علماء عسقلان لزيارتهم، فإذا عرفوا ظروفنا لن يتركونا في هذه الحال الصعبة. لن أستطيع أن أطلب منهم مالا، ولكنني سأدعو الله في جوف الليل أن يرزقنا بما يكفينا. عدت من صلاة الفجر في اليوم التالي وكنت جوعان بشدة. صرت يومين لم يدخل جوفي أي طعام، ولم أجد أمامي سوى شيء واحد يمكن أن ينقذني من الموت جوعا. ماذا تقول يا حمزة؟ أقول لك ما رأيته بعيني يا شيخنا. خرجت من صلاة الفجر فرأيت الإمام البخاري يأكل من ورق الأشجار. يعني ذلك أنه جوعان وليس لديه طعام، ويعني أيضا أنه ليس لديه مال ليشتري به طعاما. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا شيخنا، لابد أن نجمع له مبلغا من المال يكفيه بقية سفره من فلسطين إلى مصر. ولكنه عزيز النفس وسيرفض أي تعطية. وهل سنتركه على هذه الحال؟ بالطبع لا، علينا أن نفكر في طريقة نوصل بها المال إليه دون أن نسبب له أي حرج. سأذهب إلى صلاة العشاء. هل ستتأخر؟ لا يا حبيبتي، سأعود إليك بعد درس العشاء مباشرة. محمد. نعم. نفذ كل الطعام الذي كان لدينا. سأدعو الله أن يفك كربنا ويرزقنا من حيث لا نحتسب. سبحان الله.